السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر جزء في السليفري هو السليفري تيومرز. التيومرز في السليفري سيستم 80% منها بناين و20% منها مالجنانت. التيومرز البناين 80% منها باروتد و20% منها سبمانديبولار وسبلينجوال. التيومرز المالجنانت 80% منها سبمانديبولار وسبلينجوال و20% منها باروتيد. يبقى الكومونست تيومرز في السليفري جلاند هي البناين، والكومونست سايت ان يوجد فيه تيومرز في السليفري جلاند هي الباروتيد، والكومونست تيومر اللي بيجي في السليفري جلاند هو البناين تيومر بتاع الباروتيد جلاند اللي هو اسمه بليومورفيك ادينوما. يعني the common salivary gland tumor is the pleomorphic adenoma أو الباروتيد أدينوما. common in males أكتر من females. الباثولوجي benign tumor usually بيطلع من superficial part of the parotid gland تكملة لمنظومة إن هو benign وابن حلال. يبقى هو benign عشان كده بيطلع في superficial part of the parotid gland. طيب إيه الباثولوجي؟ الميكروسكوبيك والماكروسكوبيك بيكتشر بتاعت البليومورفيك ادينوما. اول حاجة هبدأ بالميكروسكوبيك بيكتشر اللي هي تحت الميكروسكوب. هو تسمى اصلا بليومورفيك ادينوما او ميكسد سليفري جلاند تيومر لان فيه اكتر من نوع من التيشوز. في تيشوز شبيه بالكارتريج سودو كارتريج، في ميوسين سيكريشن ميوسينس، في epithelial cells arranged in sheets duct-like structures. يبقى هو ده ميكسد ليه؟ epithelium مع ميوسين مع سودو كارترج، عشان كده تسمى بليومورفيك ادينوما او ميكسد سليفري جلاند تيومر. ده الميكروسكوبيك بيكتشر. طب الماكروسكوبيك بيكتشر جروس بيكتشر، لو طلعت بليومورفيك ادينوما من الباروتيد شكلها ايه؟ فيرم نوت هارد. يبقى البليومورفيك ادينوما نيفر هارد. لو أصبحت hard inconsistency يبقى دي تحولت من بليومورفيك أدينوما إلى بليومورفيك أدينوكارسينوما، وده بيحصل بعد 10 سنين. أي بليومورفيك أدينوما بعد 10 سنين بتتحول إلى بليومورفيك أدينوكارسينوما. مكملين في البليومورفيك أدينوما في الميكروسكوبيك بيكتشر. الجروس بيكتشر بتاعت البليومورفيك أدينوما فيرم، هي دي اهم كلمه واول كلمه لازم اسمعها منك، لانها وانس اتحولت من فيرم الى هارد اذا هذه البليومورفيك ادينوما اتحولت الى بليومورفيك ادينوكارسينوما، وده بيحصل بعد 10 سنين من البليومورفيك ادينوما، وبيحصل في 2-3% بس من الحالات، ان شئت اقول 5%. يعني اغلب حالات البليومورفيك ادينوما بتظل بليومورفيك ادينوما مدى الحياه. 5% منهم بيتحولوا من بليومورفيك أدينوما إلى بليومورفيك أدينوكارسينوما بعد 10 سنين. أعرف إزاي إن البليومورفيك أدينوما البناين اتحولت إلى بليومورفيك أدينوكارسينوما؟ التكستشر بتاعها يتحول من فيرم إلى هارد، ده رقم واحد. السايز بتاعها يحصل فيه سادن إنكريس في السايز، تبتدي تحصل معاها لمف نود اللارجمنت. المفروض البناين تيومر نو لمف نود اللارجمنت، يعني البليومورفيك أدينوما ما معهاش لمف نود اللارجمنت، اما البليومورفيك ادينوكارسينوما معاها لمف نود انلارجمنت. تبدا بالانترا جلاندولار لمف نود. احنا عارفين خاصيه من خصائص الباروتيد جلاند هي الاورجان الوحيد في الجسم اللي لمف نودز بتاعته انسايد ات. كل الاورجانز اللي في الجسم بتبعت الليمفاتيك فيسلز منها على لمف نودز البعيده عنها، اما الباروتيد جلاند اللمف نودز بتاعتها مينلي جواها. يبقى بدايه اللمف نود انلارجمنت الانتراجلاندولار ليمف نود تكبر، والبري اوريكولار والبوست اوريكولار والاوكسيبيتال والابر ديب سيرفايكال وبعد شويه اللور ديب سيرفايكال. يعني السيكولا بتاعه البليومورفيك ادينوكارسينوما بتبدا بالليمف نودز اللي جوه الجلاند، بعد شويه البري اوريكولار، بعد شويه البوست اوريكولار، بعد شويه الاوكسيبيتال، بعد شويه الابر ديب سيرفايكال ليمف نودز، بعد شويه اللور ديب سيرفايكال ليمف نودز، بعد شويه جنرالايزد ليمفادينوباسي. السيكولا بتاعه اي مالجنسي يبدا لوكالايزد وبعد شويه يبقى generalized lymphadenopathy. يبقى البليومورفيك ادينوما فيرم، لكن لو اتحولت الى هارد او حصل فيها sudden increase في السايز
او ابتدى يحصل معاها ليمف ادينوباس يبقى اتحولت الى بليومورفيك ادينوكارسينوما، وده بيحصل بعد 10 سنين في 5% فقط من الحالات. طيب البليومورفيك ادينوما كابسوليتد ولا انكابسوليتد؟ لا، انكمبليت كابسول. ياه، عامله زي البطاطسايه، بتفكرني بمين؟ بس بطاطسايه طريه. البطاطسايه الطريه دي بتفكرني بالسوفت فايبرو ادينوما بتاعه البريست. كنت بقول لك ده بناين تيومر لكنه كفرد باي انكمبليت كابسول، حتى كنا بنقول عليه انترا كاناليكولار، ات كان انفيد الكاناليكولاي بتاعه البريست. هنا نفس الكلام، البليومورفيك ادينوما بتاعه الباروتيد انكمبليت كبسول، وبالتالي ات كان اتين لارج سايز. هي سمول في اغلب الاحيان، لكن ات كان اتين لارج سايز وتنفلتريت ذا جلاند، وهو ده اللي عامل فيها البوسيبيليتي انها تتحول الى بليومورفيك ادينو كارسينوما. حاجه تاني، فيها كرايتيريا شبيهه بالمالجنانسي، مالتي سنتريك، يعني البليومورفيك ادينوما ممكن تعمل اكتر من فوكال ليجن وزن ذا باروتيد جلاند، وممكن تطلع من اي حته من الباروتيد جلاند. عارفين الليفر اللي هو سيروتيك، عيان عنده هيباتايتس سي هيباتايتس، عيان عنده هيباتايتس سي فيروس او هيباتايتس بي فيروس وعنده ليفر سيروزس، هي ماي ديفولب هيباتو سيلولار كارسينوما. فين الهيباتو سيلولار كارسينوما؟ مالتي سنتريك، ممكن تطلع في اي حته في الكبد طالما الكبد كله سيروتيك. هنا نفس الكلام، البليومورفيك ادينوما في الباروتيد جلاند مالتي سنتريك، ممكن تطلع من اي حته في الجلاند، وده اللي عامل 5% احتمال انها تقلب لبليومورفيك ادينوكارسينوما. يبقى تاني عشان ابلور اعمل كونكلوجن للجروس بيكتشر بتاع البليومورفيك ادينوما، لان درس البليومورفيك ادينوما هو باثولوجي، الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر، بعد كده كله يتالف. ما انت لو حافظ الجروس والمايكروسكوبيك هتعرف تشرح الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز والتريتمنت والايتيولوجي. الايتيولوجي والديفينيشن، ده ميكسد سليفري جلاند تيومر وتسمى بليومورفيك. ليه يا دكتور؟ لان في ابيسيليوم وفي ميوسين وفي سودو كارتريج، كومون في الرجاله اكتر من الستات، كومون في السوبرفيشال بارت اكتر من الديب بارت، مينلي بناين، وارد يتحول مالجنانت. اقول لك ازاي؟ تقول لي الاول اشرح لك الكرايتيريا بتاعه البناين، ان هو فيرم والسيركمسكرايبد، واضح المعالم. في كلمه اسمها بوسي، بوسي يعني السيرفس بتاعه مملتد، عامل زي الفراوليه. الريجولار ان شيب، قلت لك عامل زي البطاطس، البطاطس تلاقيها مبعجره كده، تمد وتفرد في كل حته. وانكمبليت كبسول ومالتي سنتريك، كل الكرايتيريا دي خلت ان في احتماليه ان هو يتحول الى مالجنانت. طب اعرف ازاي ان هو تحول الى مالجنانت؟ رقم واحد، ليمف نودز ابتدت تظهر. رقم اثنين، ابتدى يبقى هارد، سادن انكريز في السايز، انفلتريشن للفيشيال نيرف او انفلتريشن للسكين. اول ما تلاقي البليومورفيك ادينوما اتجننت، ابتدت تاكل السكين والفيشيال نيرف وتعمل ليمف نود وتبقى هارد وتكبر، خلاص يا باشا اتحولت الى بليومورفيك ادينوكارسينوما. لكن لو هي بنت حلال بناين تيومر، مفيش معاها ليمف نودز، مفيش معاها انفلتريشن للفيشيال نيرف ولا انفلتريشن للسكين، ما كبرتش في السايز، ما تحولتش الى هارد، تظل دي الجروس بيكتشر بتاعه البليومورفيك ادينوما. والمايكروسكوبيك ميوسين مع سودو كارتريج مع ابيسيليوم. خلصنا الدرس، خلص. كلينيكال بيكتشر، الريجولار شيب سويلنج في الباروتيد جلاند، يونيلاترال مينلي، صعب ان هو يجي تيومر بايلاترال على الناحيتين، بليومورفيك ادينوما بايلاترال في نفس الوقت، لكن وارد، مفيش حاجه مستحيله، لكن الكومون ان هو يكون على ناحيه واحده. وبيعمل انلارجمنت في الجلاند، وبالتالي بيعمل اليفيشن اوف ذا لوبيول اوف ذا اير، ودي انا مهدت لها امبارح، قلت لك الجلاند اتبلعت في الانفستنج لاير اوف ديب فاشيا، والانفستنج لاير اوف ديب فاشيا اللي حزمتها ديفيشنت في الابر بول بتاع الجلاند اللي هو تحت اللوبيول اوف ذا اير، وبالتالي الجلاند دي لما بتكبر بتعمل اليفيشن للوبيول اوف ذا اير. طب ما هي فيها تيومر اهو، بناين تيومر، يبقى اكيد الكلينيكال بيكتشر بتاعت البليومورفيك ادينوما الريجولار شيبد سويلنج في الباروتيد جلاند، بوسي زي الفراوليه، محبب، فيرم ان كونسيستنسي نوت هارد، نوت اسوشيتد معاه ريجيونال اور لوكال ليمف نودز، سمول ان سايز. هي دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت البليومورفيك ادينوما. خلصنا يعني. ايه الكومبليكيشنز؟ رقم واحد انفكشن اون توب، رقم اثنين مالجنانت ترانسفورميشن، وتقول لي النسبة من 3-5% من الحالات وبعد 10 سنين. رقم ثلاثة ديسفيجرمنت، كورة
في وشك. الوش اي مشكله تحصل فيه اول مشكله فيها ايه؟ disfigurement, complications, malignancy, disfigurement, infection, وهكذا. طيب الديفرنشال دياجنوزز, هنا الديفرنشال دياجنوزز مهم وبرضه ممكن يجي في اخر السنه. differential diagnosis of mass in the parotid region, سؤال ظاهره فيه الرحمه وباطنه من قبله العذاب. ليه؟ اول ما اقول لك differential diagnosis of mass in parotid region, انت بكل سذاجه هتسيب region وتمسك في البروتيد وتقول لي تروما في البروتيد عملت هيماتوما, عملت ماس. تقول لي انفكشن في البروتيد عملت إديمة, قد يكون الانفكشن داينيلاترال او بايلاترال. تقول لي ابسس في البروتيد عمل سويلنج. تقول لي تيومر في البروتيد وتحكي باستفاضه عن البناين تيومرز بتاعه البروتيد والمالجننت تيومرز بتاعه البروتيد, وده 80% من الدرجه. يتبقى مين؟ 20% باقي السويلنجز اللي بتطلع في البروتيد ريجن. هو ايه اصلا في الباروتيد ريجيون؟ لا بقى, منطقه الباروتيد ريجيون دي منطقه الانجل اوف مانديبل, فيها كل حاجه بدايه من السكن, ممكن يكون طالع فيه سيبيشال سيست كبيره انسايد. السبكوتينيوس فات لايبوما تحت السكن, والسبكوتينيوس فات في عضلات الفك, ماسلز اوف ماستيكيشن. الماسلز اوف ماستيكيشن ار فور, يبداوا بالام وينتهوا بالتي, ماستي mastication. الام هي الماسيتر وفي النص, ميديال اند لاترال تريجويد, واخر حاجه التي هي التمبوراليس. وبالتالي الماسيتر والميديال واللاترال تريجويد في المنطقه دي عند الانجل اوف ماندبل, لو في تيومر فيهم رابدومايوساركوما, لو في هيماتوما فيهم, لو في سويلنج فيهم, ده هيديني سويلنج في الباروتيد ريجون. اذا انا قلت السكين والسبكوتينيوس العضلات. بعد كده البون بتاع المانديبول, يوه البون ده يقال فيه قصص وحكايات يا دكتور. بدايه من البناين تيومرز في البون, اوستيوما, مالتيبل اكزوستوزز, ادامانتينوما او اميلوبلاستوما, ودي هنشرحها. كانسرس تيومرز في البون, اوستيوساركوما, اوستيوكلاستوما, ايوينجز تيومر. سكندريز في البون, بناين ليجنز في الأسنان اللي هي related للبون, dental cyst, dentigerous cyst, والأدمانتينوما أو الأميلوبلاستوما, وهي local malignant tumor. في lymphnodes في منطقة الباروتيد ريجيون دي قد يكون فيها inflammation وقد يكون فيها tumor, وقد يكون التيومر اللي في lymphnodes ده primary أو secondary. كل ده اسمه differential diagnosis of swelling in باروتيد ريجيون. خد عندك حاجة تانية مختلفة خالص, بروجناسيزم, أكروميجالي. العيان ده ممكن يكون عنده البون نفسه اللارج دو ديفورمت بسبب سكليتال ديفورمتي, بروجناسيزم أو أكروميجالي, هيكون الجو بتاع العيان ده كبير. كفاية كده differential diagnosis of parotid region swelling. تريتمنت, قبل التريتمنت investigations أنا عايز أكد الهيستوري والاكزامينيشن والايفالويشن اللي انا فحصته ان دي بليومورفيك ادينوما, واكسكلود, احلف بورقه وقلم ان دي نوت بليومورفيك ادينوكارسينوما. رقم واحد, سوفت تيشو التراساوند على الباروتيد ريجون, هيقول لي السويلنج ده لايبوما ولا سيبيشيوس ولا ديرمويد ولا دي هيماتوما ولا ده ابسس ولا دي انفكشن ولا ده سوليد ولا دي سيست, والسيست دي فيها تيربيد فلويد ولا كلير, والوول بتاع السيست دي سيك ولا سن, والسيست دي الكرايتيريا بتاعتها مالجنانت ولا بناين, ولو ده سوليد ليجن هل هو ريجولر ولا الريجولر, هل هو انفلتريتنج اتس سراوندنج اور نو, هل هو بناين كرايتيريا اور مالجنانت كرايتيريا, هل في اسوشيتد معاه لوكال او ريجونال ليمف نودز اور نو. كل ده بالسونار؟ يس. ومش هكتفي بالسونار, هعمل سي تي اوف ذا نيك اند فيس. ليه؟ كمبيوتر توموغرافي هيديني اكيوريت ايفالويشن للماس دي, هل هي بناين كرايتيريا ولا مالجننت. ومن السي تي نيك والاب واللور هاف اوف ذا فيس اقدر احلف ان دي مالجننت ماس او بناين ماس. ومع ذلك بنكتب على استحياء, على استحياء جدا. فاكرين لما جيت احكي معاكم في الفاين نيدل وشرحت الانواع البايوبسي, الفاين نيدل والترو كات والانسيجنال بايوبسي والاكسيجنال بايوبسي,
قلت لكم اي حته في المنهج اعمل منها بايوبسي عادي، اي تيومر خد منه بايوبسي عادي ما عدا ثلاث اماكن: الليفر، الهيباتو سيلولار كارسينوما مش مستحب اني اخد منها بايوبسي. ليه؟ ده عيان سيروتيك عنده بليدنج تندنسي، ده رقم واحد، هينزف مني نزيف شديد من الابر اللي هفضل اشك بيها الكبد. رقم اتنين، التيومر ده اجريسيف، هو طالع ممكن يعمل انفلتريشن لللانج والبلوره والريبس والسكن والعضلات بتاعه الانتيريور ابدومينال وول. وده اول مكان قلت مش مستحب ان انا اخد من الليفر بايوبسي، بالذات لو انا شاكك ان ده مالجنسي. لكن لو ده بناين تيومر، كولاجين ديزيز، دوبين جونسون، مش عارف برايمري ميلر سيروزز، الحاجات البناين، خد ليفر بايوبسي عادي. ده بالعكس، البناين تيومرز والبناين ليجنز والاوتو اميون ديزيز بتاعت الليفر الديفينيت دياجنوزيت فيها هو البايوبسي. لكن اذا جينا للمالجنسي سواء برايمري او سكندري، دونت تاتش الليفر. هو مش حرام، انت ممكن تاخد بايوبسي ببريكوشنز، بس انت حطيت العيان تحت ريسك البليدنج وتحت ريسك الانفلتريشن. تاني مكان حرمت فيه البايوبسي هو التستس، وقلت التستس مرتاحه جوه السكروتم، حضرتك هتدب الابره اللي عايزه تدب في عينيك رصاصه دي في السكروتم وتروح داخل جوه التستس وطالع بالتيومر من التستس، عامل له انفلتريشن في السكين اوف سكروتم، عملت ديسيمينيشن للكانسر من التستس للسكروتم، وده رايح طريق وده رايح طريق، ده رايح صالح سالم وده رايح شبرا. يعني حضرتك خدت المالجنسي بتاع التستس اللي كان اخره يطلع على البارا اورتك لمفنودز، وكنت ادي عليهم راديو سيرابي وكيمو سيرابي والعيان يخف، وديته مين بقى؟ وديته شبرا الزحمه واللبش كله. السكروتم هيبعت انجوينال، بعدها اليك، بعدها هيروح اورتو كيفل، بعدها هيروح على الجسم كله. اذا انت حولت التستس اللي كان فيها تيومر ستيج 1 او ستيج 2 الى ستيج 4، عملت ديستانت ميتاستاسيس. عشان كده اذا كنت عايز تاخد بايوبسي من تستيكولار تيومر وخايف لا يكون مالجنسي، افتح انجوينال انسيجن زي ما بتعمل هيرنيا، وافتح كل ليرز لحد ما تلاقي نفسك جوه الانجوينال كانال، شد الكورد وهات التستس لفوق، هاتها في الانجوينال ريجون، وحط مشبك حنين على الكورد عشان يمنع الترانسميشن بتاع المالجنان سيلز، وخد البايوبسي في لحظتها وبعتها فروزن سيكشن لدكتور الهيستوباثولوجي في الاوضه اللي جنبك، بعد تلت ساعه هيرد عليك مالجنانت، اعمل اوركيدكتومي، شيل التستس بالكورد من لغلوه من عند الانترنال رينج، طلعت بناين الحمد لله، رجع التستس مكانها وفك المشبك الحنين اللي ما عملش انجري ولا حاجه واقفل. دي البريكوشنز بتاعت التستيكولار بايوبسي. ثالث مكان محرم فيه البايوبسي برضو هو الباروتيد ريجيون، عشان التيومرز بتوع الباروتيد المالجنانت اجريسيف جدا، لما هاجي اشرحهم بعد شويه. ممكن انت ودابب السرنجه تاخد بايوبسي، انت وطالع البايوبسي دي تعمل انفلتريشن في عضلات الفك وفي عظم الفك في السكين بتاع الفك، وبالتالي حولت العيان الى فيري باد سيرجري اجريسيف. التيومر هياكل الفك كله والسكين، حتى لا هتعرف تعمل ريكونستراكشن، وهتشيل بون وهتشيل عضلات، هتشوه الفك بتاع العيان. هو مش حرام ان انا اخد بايوبسي، ممكن اخد البريكوشنز واخد بايوبسي من الباروتيد تيومر او الفوكال ليجن ده، ولكن غير مستحب. معاك سونار، معاك سي تي بيديك اكيوريت ايفالويشن. فاكرين السي تي لما شرحت لكم الفرق ما بين الهيمانجيوما والهيباتوسيلولار الكارسينوما؟ في السي تي قلت لك ده ديفينيت سنتريبيتال وده ديفينيت سنتريفيوجال، ووضحت لك الادينوم والسلفر كلويد سكان بتاع الاف ان اتش الفوكال نودل، حاجات في حاجات موداليتيز في الراديولوجي اقدر احلف بيها على الدياجنوزيس. في تيومر ماركرز، خلاص مش لازم البايوبسي في كل حته تدب الابره وتاخد بايوبسي. طيب يبقى انا عملت سونار وعملت سي تي، طب خد عندك يا عم، في حاجه اسمها تكنيشيوم 99 سكان اللي بعمله في الثايرويد وفي الباراثايرويد. المفروض البناين تيومر ده الفاسكولاريتي فيه قليله وابن حلال، وبالتالي مش هياخد التكنيشيوم بكميه كبيره، هيبان الفوكال ليجن بتاع البليومورفيك ادينوما كولد سبوت. اما لو ده بليومورفيك ادينو كارسينوما هيشفط كل التكنيشيوم وهيبان هوت سبوت. طب عايز ايه تاني دياجنوزز يا باشا؟ عايز بايوبسي اكتبها بس على استحياء في الاخر. التريتمنت، والله يا دكتور لو البليومورفيك ادينوما دي او البناين تيومر ده طالع من السب مانديبولار جلاند، سب مانديبولار سيالو ادينكتومي نقطه. لو التيومر ده طالع من الباروتيد جلاند، طلع سهمين، هل هو طالع من السوبرفيشال بارت ولا من
الديب بارت. لو طالع من السوبرفيشال بارت سوبرفيشال كونزرفاتيف باروتيديكتومي، لو طالع من الديب بارت توتال كونزرفاتيف باروتيديكتومي ويز كونزرفيشن اوف فيشال نيرف ويتش از فيري ديفيكالت، لكن موصوفه. يجي هنا السؤال، انت لما كنت بتتكلم على حصوه وتقول لي سوبرفيشال وكونزرفاتيف ومش عارف ايه، تقبلتها منك سهله، هنا ده تيومر انت هتشيل وهتغرف. مهما قلت لي سوبرفيشال كونزرفاتيف باروتيديكتومي او توتال كونزرفاتيف باروتيديكتومي هتعور الفيشال، ما تقنعنيش. اديني اوبشنز انت هتعملها لو عورت الفيشال نيرف. رقم واحد مايكرو سيرجيكال ريبير، هصلحه الفايبرز اللي انا بعتها هرجع اصلحها واخيطها مايكروسكوبيك. رقم اتنين نيرف جرافت، هجيب نيرف كبير ماشي على السكين بتاع الباروتيد ريجون اسمه جريت اوريكولار نيرف، نيرف كبير وظيفته الاساسية استخدمه في الريكونستراكشن في حالات انجري بتاعت الفيشيال نيرف. رقم تلاتة هوصل الفايبرز اللي قطعتها بتاعة الفيشيال نيرف على الهايبوغلوسال نيرف. طب يعني هيسلك هيمشي؟ اه كلها نيرفز كلها موصلة على بعضيها. عارف لما تتوه في الشوارع تبقى ماشي عمياني، طب ما اطلع من الشارع ده غالبا هيوصل، طب ما تيجي من هنا ما هيوصل، مش كلها شوارع زي بعضها، كلها نيرفز. اي نعم هيحصل تشينجز وهيحصل لخبطة والعيان هيبقى متلخبط وفي مشكلة في النيرف ترانسميشن، بس انا اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ هسحر. طيب انا كده خلصت البليومورفيك ادينوما وهو الموست كومون تيومر اوف ذا سليفري سيستم كله والموست كومون بناين تيومر اوف ذا باروتيد. هدخل على التيومر اللي بعده وهو المونومورفيك ادينوما. لا مؤاخذه ليك، يعني ايه مونومورفيك عكس البليومورفيك؟ البليومورفيك ده بناين تيومر في الباروتيد كان فيه ميني فيتشرز، عشان كده سميته ميكسد وسميته بليومورفيك وسميته ميوكو ابيدرمويد، كان فيه ميوسين وصودو كارتريج وابيسيليوم. امال المونومورفيك ده شيتس اوف ابيسيليال سيلز اونلي، ده بناين تيومر في الباروتيد جلاند برضو ابيسيليوم بس. طب انت عارف اسمه القديم كان اسمه ايه؟ ادينو ليمفوما. ليه بقى الغلاسه دي يا دكتور؟ ادينوما بس؟ لا مش انا قايل لك ومحفظك ان الهيستولوجي بتاع الباروتيد الليمف نودز بتاعتها جوه الجلاند، وبالتالي البناين تيومر ده المونو مورفيك ادينوما هياخد معاه الليمف نودز، فتسمى مونو مورفيك ادينوما او ادينو ليمفوما. طب ليه 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 التاني البليومورفيك ما قلتش عليه ادينو ليمفوما برضه؟ ما هو البليومورفيك التاني بناين تيومر طالع من الباروتيد والليمف نود برضه جواها. لان هقول لك دلوقتي من الكرايتيريا بتاعه المونومورفيك ادينوما انه ديفيوز وممكن يكون بايلاترال وبيجي في الاولد ايج فبيحب الليمف. يعني التاني البليومورفيك رغم ان هو بليومورفيك ومتعدد مش بيأتاك الليمف، رغم ان هو جوه الجلاند وجنبه بس ملوش مزاج. عارف لما يجيبوا لك اكله وكلهم يبقوا حابينها وانت مش طايقها، ايه يا جماعه بالعافيه انا مش حاببها. البليومورفيك مش حابب الليمف، اما المونومورفيك عاشق للليمف، عشان كده سميناه ادينو ليمفوما. دكتور نهر عارف. يبقى المونومورفيك ادينوما ليه 30 اسم، ادينو ليمفوما، سيست ادينوما في سيستك تشينجز عشان كده تسمى سيست ادينوما، وارتنز تيومر. وارتن عالم واحد من العلماء اللي وصفوا الباثولوجي بتاعه اللي انا هقوله دلوقتي فسماه على اسمه وارتنز تيومر. يبقى وارتنز تيومر او ادينو ليمفوما او سيست ادينوما كلها مسميات للمونومورفيك ادينوما، وهو بناين تيومر طالع من الباروتيد جلاند ابيسيليوم وبيحب الليمف معاه عشان كده تسمى ادينو ليمفوما. ده بيمثل 10% من الباروتيد تيومرز. هنا رقم 10 بقى، احنا قلنا رقم 80 في البليومورفيك ادينوما، 80% من البناين تيومرز في الباروتيد و80% من التيومرز اللي بتطلع في الباروتيد هو البليومورفيك ادينوما، و80% من الحالات رجاله. هنا بقى 10 بيمثل 10% من البناين تيومرز بتاعت الباروتيد، بيمثل برضو 10% من التيومرز بتاعت السليفري جلاند، وفي 10% من الحالات بيجي فيهم بايلاترال وبيجي في الاولد ايج وبيجي في السموكرز. ده لبش ده.
بيجي في كبار السن وبيحب الليمف وبيجي بايلاترال بيجي في السموكرز. اشرح لي الباثولوجي بتاعه بيجي فين؟ برضه في السوبرفيشال بارت اوف ذا باروتيد جلاند. طيب الماكروسكوبيك بيكتشر يا دكتور والمايكروسكوبيك بيكتشر. طبعا احنا قلنا في الباثولوجي بتاعه زي ما قلت سايت كومون ان ميلز اكتر من الفيميلز برضه، وكومون في السوبرفيشال بارت اوف ذا جلاند اكتر من الديب بارت. يا محمود فخر الدين بحب الاسئله بتاعتك يا دكتور. هو النيرف ريكونستراكشن بيتعمل؟ طبعا طبعا. المفروض ان انت يا دكتوره انت وشغال شفت قطعت النيرف ولا لا؟ ده انت لو لسه هتشوف بعد العمليه وتقيم تستنى السيمتومز والمانيفستيشنز معناها ان انت كنت بتلوش في العمليه، معناها ان انت بنسبه 100% مش قطعته مزعته. المفروض ان انت طول ما انت شغال يو ار كيرنج اوف ذا فيشيال نيرف وشايفه وشايف الخمس برانشز بتوعه وبتشرح كل حاجه من حواليه، وبالتالي لما هتعمل له انجري يا دكتوره يا محمود انت شفت، وبالتالي هتعمل ريكونستراكشن او الجرافت او تحولهم على هايبوجلوسا الانترا اوبراتيف. اما فكره ان انا مستني اشوف بعد العمليه في فيشيال نيرف انجري ولا لا، ده مش جراح سليفري ويفضل ما يشتغلش احسن. اللي ما يعرفش ما يشتغلش. اكمل الباثولوجي بتاع المونو مورفيك ادينوما. ماكروسكوبيك سيستيك وسوليد، ما انت قلت سيست ادينوما، ادينوما مع سيست اهو خلصنا. ده انكابسوليتد من الاول للاخر عم زي ضمطمايه حلوه ملمومه ريجولار. اما الثاني البليومورفيك كان الريجولار بطاطسايه كان انكمبليت كبسول، لكن ده انكابسوليتد من الاول للاخر وسوفت انكونسيستنسي. اكيد يا دكتور ما انت قايل فيه سيست لازم هيكون سوفت. ده الماكروسكوبيك بيكتشر. المايكروسكوبيك بيكتشر شيتس اوف ابيثيليال سيلز ارينجد ان شيتس شبيهه بالدكتس. ويلكم دكتورة أميرة أحمد. هنا لما تيجي تقول شيتس اوف ابيثيليال سيلز تجيب الليمف، انا مش مسميه ادينوليمفوما، وذ هاي انفلتريشن اوف ليمفويد تيشو. يعني المايكروسكوبيك بيكتشر هنا ابيثيليوم ان شيتس ان ادكت لايك ستراكشر ومعاها ليمفويد تيشو. البليومورفيك كانت شيتس اوف ابيثيليال سيلز ان ادكت لايك ستراكشر ومعاها حاجتين ميوسين وسودو كارتريج، عشان كده هناك اتسمى بليومورفيك، وهناك في البليومورفيك ما كانش بيحب الليمف، ما جبتش سيره الليمف خالص تحت الميكروسكوب. شوف هنا عشان بيحب الليمف واسمه ادينوليمفوما قلت لك دي شيتس اوف ابيثيليال سيلز ارينجد ان دكت لايك ستراكشر ومعاها heavily infiltration by lymphoid tissue. الكلينيكال بيكتشر ذا سيم، ميل اولد ايج السويلنج ممكن يكون يونيلاترال وفي 10% من الحالات بايلاترال سوفت سيستيك ويل كابسوليتد اليفيتنج لوبيول اوف ذا اير. هرد على تليفون ده عشان تليفون مهم. لازلنا ان مونومورفيك ادينوما. الكلينيكال بيكتشر تقول لي كده ميل 60 سنه في سويلنج ممكن يكون يونيلاترال وممكن يكون بايلاترال في 10% من الحالات سوفت سلولي جروينج بيلس مفيش معاه اسوشيتد ليمف نودز. نفس الكلام بتاع البليومورفيك ادينوما اليفيتنج او نوت اليفيتنج لوبيول اوف زير لو كان سمول ان سايز. ديفرنشال دياجنوزز اوف سويلنج ان ذا باروتيد ريجن هم اللي قلتهم في المره اللي فاتت. انفستيجيشنز التراساوند بكل الداتا اللي هيديها لي، سي تي سكان بكل الداتا اللي هيديها لي، تكنيشيوم 99 سكان. خد هنا بقى الاكسبشن، هنا التكنيشيوم هوت وليس كولد. ليه؟ عشان الليمف. الليمف خلى المونومورفيك ادينوما شفطت التكنيشيوم. اذا المونومورفيك ادينوما هوت سبوت وليست كولد. التريتمنت لو المونومورفيك ادينوما طالع في السبمانديبولر، سبمانديبولر سيالو ادينكتومي. لو المونومورفيك ادينوما طالع في الباروتيد، طلع سهمين سوبرفيشال ولا ديب. سوبرفيشال سوبرفيشال كونزرفاتيف باروتيدكتومي، ديب توتال كونزرفاتيف باروتيدكتومي. وياتي هنا حته كده دايما بترتبط بالمونومورفيك، يقول لك لو المونومورفيك ده صغير وطالع في الديب بارت مش هتحسه، ما تضحكش عليا، هو حجمه اصغر من البليومورفيك. البليومورفيك بطاطا صايه، ده ضمطمه صغيره، عارفين الضمطمه الصغيره اللي بحجم الكريز دي اللي بتبقى في الفنادق اللي تاكل الضمطمه كلها على بعضها، هو في الحجم ده. هتحسه ازاي؟ تقول له يا دكتور لو هو طالع في الديب بارت هيعمل بلج في الاورو فارينكس جوه، ما الديب بارت اوف ذا باروتيد جلاند ريليتد جوه خالص ديب للاورو فارينكس.
هيقول لك اكسلنت، وقوم روح روح يا دكتور خد النهائيه. الاجابه دي مش اي حد هيقولها. اذن لما اكون واخد شيت حاله باروتيد، لو خدت حالات كلينيكال وسط الكلام تقول لي يا دكتور انا فحصت الماوس ودورت على اي بلج في الاوروفارنكس، لو انا اللي قاعد هقول لك قوم ما تجيش هنا تاني وخد النهائيه. ده طالب اورينتد بالتايم والبليس والبيرسون، ده بيدور جوه البق على بالج في الديب بارت اوف باروتيد جلاند ممكن ما حسوش من بره. عامل بالظبط زي واحد بيفحص حاله ثايرويد وسط الكلام بيقول لي انا فحصت الماوس كويس. انت عارف يعني ايه طالب في سنه سته بيقول لك ان انا واخد حاله ثايرويد وفحصت البق؟ انتوا نفسكم دلوقتي كل اللي بيسمعني واللي هيسمعني بعد كده، وايه علاقه البق بالغده؟ الغده في الرقبه يا دكتور، هي في غده في البق. اه في اكتوبيك لينجوال ثايرويد جلاند، عايز اشوف في اكتوبيك لينجوال ثايرويد مع الثايرويد جلاند ولا لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو العيان ده عنده ميدالري ثايرويد كانسر، في مين سيندروم وفي اسوشيتد معاهم ميلانوزز وبيجمنتيشنز في الماوس. رقم ثلاثة، لو الثايرويد جلاند دي عامله انفلتريشن فوق في الاوروفارينكس وفي فوكال ليجنز في البوستيرور اسبكت اوف ذا تانج او في الفارينكس، هتبان من الاورال اكزامينيشن. طيب سيبنا من الثايرويد جلاند والماوس ايفالويشن في الثايرويد جلاند. انا كده خلصت البناين تيومرز اوف ذا ثايرويد اوف ذا باروتيد. هدخل بقى يا دكتوره اميره ويا دكتوره ايه ويا دكتوره نهى على المالجنانت نيوبلازم اوف سليفري جلاند، المالجنانت تيومرز. اولا نوت كومون، هم 20% بس، ولما بيجوا بيجوا مينلي في السبمانديبلر والسبلينجوال وتو اليس اكستنت في الباروتيد. ممكن يجوا دي نوفو على نورمال جلاند اور اون توب اوف بيناين تيومر، سواء في الباروتيد او في السبمانديبلر، اللي هو البليومورفيك ادينوما لما يقلب بليومورفيك ادينوكارسينوما. يعني هم ممكن يجوا مالجنانسي على جلاند نورمال، وممكن يجوا على مالجنانسي على جلاند فيها بيناين تيومر. طيب الباثولوجي سهله، مالجنانسي الماس اصبحت الريجولار هارد انفلتريتنج اتس سراوندينجز ايرودينج سكن، عامله ايروجن في المسل، عامله ايروجن للبون، عامله سيرفايكال لمفادينوباسي، عامله انترا جلاندولار لمف نود اللارج متبري اوليكولار وسير اوليكولار اوكسيبيتال وابر ديب سيرفايكال ولور ديب سيرفايكال. لما افتحها والكات سيكشن في ارياز اوف هيموجينيك روزز جريتي جراي ان كلر، كل دي كرايتيريا اوف مالجنسي ماكروسكوبيك. سؤال الامتحان اللي غالبا هيجي السنه دي، المايكروسكوبيك تايبز بتاعه المالجنانت تيومرز اوف سليفري جلاند، بيجي سنه ايوه وسنه لا. انيوميريت مالجنانت تيومرز اوف سليفري جلاندز، او يجيبها لك سبيسيفيك انيوميريت مالجنانت تيومرز اوف باروتيد، او انيوميريت مالجنانت تيومرز اوف سبمانديبولار والسبلينجوال. هم بيبقى عايز المايكروسكوبيك بيكتشر، لان المايكروسكوبيك هو البناين هتحوله لي مالجنانت. large in size hard irregular inconsistency gritty grayish in color cut section areas of hemorrhage necrosis associated مع lymph nodes eroding the skin erosion للفيشال نيرف erosion للبون. يعني الدرس كله مبدئيا بيتحور في مين؟ في المايكروسكوبيك بيكتشر، هي اصعب حته. طب ايه الباترنز المايكروسكوبيك تايبز اللي يجي بيها المالجنانت تيومر في السليفري جلاندز؟ رقم واحد بليومورفيك ادينوكارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما، يعني اون توب اوف بليومورفيك ادينوما، وتكتب تحتيها بعد 10 سنين وفي من 2 ل 3 او من 3 ل 5% من الحالات. ده اول حاجه، وهذا ليس الكومون. اذا كنت بقول لك في 2% من الحالات يبقى هو ده الكومون؟ لا طبعا. امال مين الموست كومون مالجنانت تيومر في السليفري؟ أمال مين الكومون في السليفري المالجنانت تيومر؟ اسمه ميوكو إبيدرمويد كارسينوما، وده ذا كومونست مالجنانت تيومر في السليفري، سواء في الباروتيد أو في السبمانديبولر أو في السبلينجوال. ده بيطلع من الإبيسيليوم بتاع الدكت، من الأنبوبة، الدكت بتاعة الباروتيد أو الدكت بتاعة السبمانديبولر، اسمه ميوكو إبيدرمويد. يبقى فيه أكتر من حاجة،
epidermoid sheets of epithelium arranged in duct-like structure. ميوكو فيه ميوسين. ايه تاني؟ معاه epidermoid. epidermis skin يبقى معاه squamous epithelium. يعني عايز تقول لي ان ده عبارة عن malignancy فيه epithelium بتاع الجلاند العادي خالص ومعاه ميوسين ومعاه سكويمس ابيثيليوم شبيه بالسكن. هو دول الثلاث كلمات اللي انت عايز تقولهم. الميوكو ابيديرمويد كارسينوما عباره عن مالجننت تيومر، هو الموست كومون مالجننت تيومر اللي طالع من الباروتيد او السبمانديبولر، ميكس ما بين ثلاث حاجات، شيتس اوف ابيثيليوم ارينجد ان داكت لايك ستراكشر، ما هو طالع من الداكت، واسوشيتد معاه ميوسينس ماتيريال ميوسين، وإبيدرمويد بين قوسين سكويمس إبيثيليوم. والتيومر ده ممكن يكون well differentiated, moderately differentiated أو ill differentiated. طيب ده الميوكو إبيدرمويد كارسينوما وأشهر واحد. اللي تاني اللي بعده أدينويد سيستيك كارسينوما، وتكتب جنبه زي ما حفظنا أستاذنا الدكتور المدري ربنا يبارك له، جبنا سويسري وبحبك يا فيشيال نيرف. It's like a Swiss cheese appearance. الجبنة بتاعة توم أند جيري، فاكيولز حتت هارد وحتت فيها فاكيوليتد، حتت هارد فيها فاكيوليتد، زي الجبنة السويسري بالضبط، شكله تحت الميكروسكوب like Swiss cheese appearance. ده رقم واحد. والأدينويد سيستيك كارسينوما ده بيعشق الفيشيال نيرف، highly infiltrating to the facial nerve. يبقى هو كريبريفورم، عامل زي الجبنة السويسري في حتة سوليد وحتة كافيتيتد، اسمه كريبريفورم أو سويس تشيس أبيرانس، وإت لايك تو انفلتريت الفيشيال نيرف. وفيه مايو إبيسيليال سيلز اللي هي اسمها بيزوفيلز، وفيه إبيسيليال سيلز اللي هي اسمها إزينوفيلز. والله افتكرت الإزينوفيلز والبيزوفيلز، شكرا، افتكرتهم مايو إبيسيليال سيلز وإبيسيليال سيلز، شكرا، ما افتكرتهمش. يهمني الكلمتين دول، ان هو كريبريفورم أو بين قوسين شبه الجبنه السويسري وبينفلتريت الفيشيال نيرف، والاوت كام بتاعه باد. اذا كان بينفلتريت الفيشيال ايرلي يبقى الاوت كام حلو، باد، وش العين هيتعوج. ده اسمه ادينويد سيستيك كارسينوما، او اسمه الثاني سيلندروما. وعلى فكره بيني ما بينكم حتى ادفانسد، يعني ده تايب من البيزل سيل كارسينوما. الرودنت ألسر اللي بتطلع في السكن، لما هاجي اشرح رودنت ألسر في التجميل اللي بتطلع في السكن هقول لك ان البيزل سيل كارسينوما دي بتطلع في البون، وبتطلع في السويت جلاندز، وبتطلع في السليفري جلاندز، وبتطلع في الهير فوليكلز. ارد على التليفون واكمل. دكتوره منال الشريف منوره، هكلمك دقيقتين هخلص الساوند وهكلمك، فاضل كلمتين بس ونخلص السليفري ونخلص منه. يبقى تاني تيومر في المالجننت تيومرز بتوع السليفري جلاندز الأدينويد سيستيك كارسينوما، واسمه الثاني سيلندروما، ولو عايز اسم ثالث بيزل سيل كارسينوما. ولو عايز ديتيلز، البيزل سيل كارسينوما بتطلع من حاجات كتير، من السكين، من البون. في بيزل سيل كارسينوما في البون اللي هي أميلوبلاستوما أو الأدامانتينوما، ده تايب من البيزل سيل كارسينوما. والبيزل سيل كارسينوما بتطلع في السليفري أهو، اسمها سيلندروما، أو اسمها الثاني أدينويد سيستيك كارسينوما اللي هي جبنة سويسري وبحبك يا فيشيال نيرف. وفي بيزل سيل كارسينوما بتطلع من الهير فوليكلز والسويت جلاندز، اسمها سيرينجوما، عامل زي السيرنجا تيوبولار برضو، سيرينجوما. طبعا دي حتة ادفانسد مش عليكم، المهم ان انت تبقى عارف ان الادينويد سيستيك كارسينوما دي اسمها الثاني سيلندروما او بيزل سيل كارسينوما، ودي بحبك يا فيشيال نيرف وجبنه سويسري. طيب ثالث تيومر او الرابع، احنا قلنا بليومورفيك ادينوكارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما، يعني بليومورفيك ادينوكارسينوما اون توب اوف بليومورفيك ادينوما، ده رقم واحد. رقم اثنين اشهر واحد الميوكو ابيدرمويد تيومر، وده فيه شيتس اوف ابيثيليوم ارينجد ان داكت لايك ستراكشر، ومعاه سكويمس سيلز عشان ابيدرمويد، ومعاه ميوسين، وقلت ده ويل ديفرنشيتد وموتريدلي ديفرنشيتد وال ديفرنشيتد، وده اشهر نوع. ثاني اشهر نوع بعده ادينويد سيستيك كارسينوما، بحبك يا فيشيال نيرف وجبنا سويسري. ثالث نوع اسينيك سيل تيومر، ده مينلي طالع من الباروتيد اونلي،
لانه بيحب السيرس اسيناي، واحنا قلنا ان الاسيناي اللي بتطلع سيرس هي بتاعه الباروتيد، اما الاسيناي اللي بتطلع فيسيد او ميوسينس هي مين؟ بتاعه السبمانديبولار. وبالتالي ده اسمه اسينيك سيل كارسينوما، وبيحب السيرس اسيناي عشان كده طالع من الباروتيد اونلي. ودي بتيجي ام سي كيو يا دكتور أميرة أحمد، الأسينيك سيل كارسينوما ده مالجنانت تيومر من الباروتيد أونلي مش من كل السليفري جلاند. ليه؟ لأنه هو بيحب السيرس أسيناي. رابع واحد وده فيري رير، أدينو كارسينوما. إيه ده بقى؟ مش أنت لسه جاي البليومورفيك أدينوما وبيتحول إلى بليومورفيك أدينو كارسينوما؟ البليومورفيك أدينوما ده كان شيتس أوف إبيسيليوم ومع سودو كارتريج ومع ميوسين، صح؟ عشان كده سميناها بليومورفيك أدينوما. لكن الأدينوكارسينوما دي أدينوما في صورتها الكلاسيكية، تبدأ تيوبولار أدينوما، فيلاس أدينوما، بابيلاري أدينوما، أندفرنشيتد أدينوما، وتقلب أدينوكارسينوما which is very 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 rare. يعني الأدينوكارسينوما في صورتها الكلاسيكية لما تيجي تطلع من الباروتيد أو من السبمانديبولار very very rare، عشان كده جبناها في الآخر أدينوكارسينوما. طب اللي رير أكتر منها سكويمس سيل كارسينوما، ده بتاع السكين طالع من الباروتيد، ينفع، ما أنا قلت لك البيزل بتاع السكين طالع أهو، وبالتالي سكويمس سيل كارسينوما من الباروتيد very 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 rare، وخليتها خامس واحدة أو سادس واحدة. وعلى فكرة the most aggressive tumor لو السكويمس سيل كارسينوما طلعت من الباروتيد، دي the most aggressive tumor of the salivary glands. كده انا خلصت. بعد كده باقي الاستامبه، استامبه مالجنانسي السبريد دايركت للبون وللماسل وللسكين والسبكوتينيوس والودن والفيشيال نيرف والارتري والفين، بلاد عن طريق الفينز بتاعت البروت تروح في السيركيوليشن كلها سيستميك، ليمفاتيك عن طريق الليمف نودز تروح بري اوريكولار وسير اوريكولار اوكسيبيتال ابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال سوبرا كلافيكولار جنرالايز الليمفادينو بس ده السبريد. كومبليكيشنز انفيلتريت الفيشيال نيرف كومبريشن على الاكسترنال كارتيد ارتري على الريترومانديبولار فين انفلتريشن للبون انفلتريشن للسكين انفلتريشن للاير التريشن وانفلاميشن وانفكشن على التيومر اون توب. الكلينيكال بيكتشر هارد ماس الريجولار ان شيب انفلتريتنج اتس سراوندينجز معاها اسوشيتد فيشيال نيرف مانيفيستيشنز او انفلتريشن للسكين او البون معاها سيرفايكال ليمفادينو بس هارد. كل دي كريتيريا اوف مالجنسي. اذا انا الفت هول كلينيكال بيكتشر والفت الكومبليكيشن والفت السبريد. الانفستيجيشنز بتاعت المالجنسي سونار سي تي انفستيجيشنز فور دايجنوزز اللي هم السونار والسي تي وممكن اقول بايوبسي، والاشيك منها السونار تقول الحاجات الداتا اللي بيوضحها والسي تي الداتا اللي بيوضحها وتقول الاسكان. اكيد دول هيطلعوا ايه التكنيشن 99 سكان هيطلعوا كولد سكان وليس هوت سكان، لان المالجنانسي ما بيحبش برضو ياخد الصبغه. يعني البليومورفيك ادينوما والمالجنانسي كولد، اما المونومورفيك ادينوما هي اللي هوت سكان. يعني لما اعمل تكنيشيوم والاقي الفوكال ليجن هوت ارتاح، لكن لو عملت تكنيشيوم على الباروتيد ولقيت النتيجه كولد اشك، يا اما دي بليومورفيك ادينوما يا اما بليومورفيك ادينوما وجلبت كارسينوما، او هي الخمس اشكال بتوع الكارسينوما التانيين اللي هم ميوكو ابيدرمويد كارسينوما ادينويد سيستيك كارسينوما اسينيك سيل كارسينوما ادينو كارسينوما بيرسي الكلاسيكال ادينو كارسينوما او سكويماس سيل كارسينوما. طيب دي انفستيجيشنز فور دايجنوزيس، في انفستيجيشنز فور ستيجنج شيست اكس راي شيست سي تي ابدومينال اكس راي سي تي برين. بعد كده في انفستيجيشنز فور بري اوبراتيف ايفالويشن صوره الدم زمن وتركيز بروثرومبين ليفر فانكشنز كيدني فانكشنز بعمل ايفالويشن للبيشنت. تيومر ماركرز ما فيش تيومر ماركرز سبيسيفيك في السليفري سيستم. تريتمنت لو المالجنانت طالع من السبمانديبولار جلاند هعمل عمليه اسمها كوماندو اوبريشن. ما هي الكوماندو اوبريشن؟ الكوماندو اوبريشن دي بيج سيرجري بشيل فيها الجلاند سبمانديبولار جلاند بالبون بالمسل بالسكين بالسبكوتينيوس بالحاجات اللي ريليتد ليها واعمل ريكونستراكشن. طب اتسمت ليه كوماندو؟
عشان العملية دي كانوا بيعملوها الجراحين في أثناء الحرب العالمية الثانية. فكانوا بيقولوا إن جنود الكوماندوس شغالين على خط النار في الحرب، والجراحين الكوماندوس شغالين بيعملوا العمليات بتاعت الكانسرز بتاعت السليفري جلاندز اللي في الباروتيد والسبمانديبولر. كانوا بيعلوا من قيمة الجراحين، لأن العملية كانت بدايتها في عهد الحرب العالمية الثانية 1945، عشان كده قالوا دي كوماندو أوبريشن، عشان يقولوا إن الجراحين بيعملوا شغل زي الكوماندوس اللي بيعملوه في الحرب. طيب، على رأي أستاذنا الدكتور رفيق رزق الله، قال لك واحد من أساتذة وعباقرة شرح الجراحة من زمان، رئيس أقسام القصر العيني الدكتور عبد العظيم رفعت، كان عشان يسهل على طلبة ساعتها شرح العملية كان يقول لهم كوماندو دي اعتبرها اختصار لكلمة كومبايند سب مانديبولر سيالو أدينكتومي أو باروتيد إكسيجن مع مانديبوريكتومي، النص بتاع المانديبول اللي ريليتد للباروتيد أو ريليتد للسب مانديبولر اتشال، لكن الأصل في كلمة كوماندو ما عملوهاش الأجانب عشان كده يقولوا كومبايند مش عارف إيه ولا إيه، هم عملوها عشان يعلوا من قيمة الجراحين إن هم بيعملوا كوماندو أوبريشن. لكن أستاذنا الدكتور عبد العظيم رفعت هو صاحب هذه المقولة إنه هي اختصار كومبايند سب مانديبولر سيالو أدينكتومي أو باروتيديكتومي مع مانديبوليكتومي، عشان كده تسمت كوماندو أوبريشن. طيب، أكيد بوست أوبرتيف للكوماندو دي هدي راديو سيرابي لوكال مكان العملية مظهر، وهدي كيمو سيرابي على الجسم كله لأن التيومر غالبا بيكون ميتاستاسايزنج، والفيشيال نيرف أكيد اتدمر في الموضوع ده، بعمل ريكونستراكشن بالجريت أوريكولار أو ما تبقى من الفتلات بتوعه بوصلهم على الهايبو كلوسال نيرف. طيب، ده لو هي سب مانديبولر. لو هي باروتيد توتال راديكال باروتيديكتومي، ولا أول مرة بتسمع كلمة راديكال، كلت الفيشيال نيرف عنوة شلته، مفيش كونزيرفتيف هنا، توتال راديكال باروتيديكتومي. مش بس كده، ده أنا بعمل راديكال نيك ديسكشن على الناحية اللي فيها الباروتيد تيومر، يعني النص اليمين أو النص الشمال كل الليمفنودز بتاعت الهيد والنيك في النص ده بعمل لها راديكال اكسيجن. مش بس كده، ده أنا بعد ما شلت الليمفنودز بشيل ثلاثة امبورتنت ستراكشرز معاهم، بشيل السبمانديبولر في نفس الناحية، بشيل الانترنال جاجولار فين في نفس الناحية، بشيل الاسترنوكليدوماستويد ماسل في نفس الناحية، وهو ما يعرف بالراديكال نيك ديسكشن. وبوست اوبراتيف راديو سيرابي وكيمو سيرابي والحمد لله رب العالمين. طب لو التيومر ده ان اوبرابل ستيج 3 و4، عامل انفلتريشن وديستانت ميتاستاسيس، برضو هعمل بالياتيف ريسكشن لان اغلبهم ادنو كارسينوما نوت ريسبونسبل تو كيمو راديو، فبيبقى بالياتيف ريسكشن وبكمل بعد شويه بكيمو وراديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.